بدكم. المناظر جميلة جدا ولكنها كلها بيضاء ثلوج، فما نشاهد يعني الخضار والأشجار. اي يعني اكيد الطريق يعني بانزلاقات، بس السائق مالنا كردي متمرس على هاي الطبيعة. ما يعني كردي سائق زين بالجبال يضحك. طبعا المناظر اللي على اليمين مناظر خرافية، بس ما تبين جام شوية مظلل. اي مي قوي يعني فيضان، فيضان سيلاب يعني فيضان، بالعربي فيضان. فيضان؟ ايه بالايراني سيلاب، بالعربي فيضان. فيضان. ايه. هاي هي اوراق الخريف والمدات الساقط، لانه ثلوج الحقيقه البارحه بالليل نزلت كميات ثلوج مو طبيعيه. هاي جانب شويه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ما يعيقنا اي شيء بالطريق ان شاء الله. عندنا بس عندنا الحيه، طريق الحيه طبعا هو شويه يخوف، طريق الحيه من بالصيف هو خطر يعني حوادثه هواي.